تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم مشروعها الحديث صكوك الإطعام على أسر الأولى بالرعاية من المحافظات، فتسعى اليوم لتوزيع 3 أطنان من اللحوم في محافظة الدقهلية. وخلال افتتاحه مسجد النصر بالدقهلية، شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على أن الوزارة تستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100,000 أسرة في القاهرة والمحافظات، كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك. اليوم بيتم افتتاح 7 مساجد هامة جدا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في محافظة الدقهلية وحدها 98 مسجدا. اليوم أيضا بالتزامن مع العيد القومي الدقهلية، دي أول دفعة توزيع خارج القاهرة الكبرى في صكوك الإطعام. صكوك الإطعام بتستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وبدل أن كنا نتوجه إلى هذه الأسر مرة واحدة في العام بمناسبة صكوك الأضاحي بعيد الأضحى، رتبنا مع السيد المحافظ والأجهزة المعنية وزارة التضامن وكيل وزارة التضامن بالدقهلية قوائم ثابتة حقيقية منقاة من الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إليها صك الإطعام شهرياً.